خبرة الحياة التي علمت هذه السيدة كيف تتمرد على العادات والتقاليد القامعة لطموح المرأة في العمل، لتكن نادية مليحات أول بدوية في مدينة أريحة تخرج عن المألوف وتؤسس منتجعها السياحي وبإدارتها الشخصية. أنا سافرت كثير، لفيت أمريكا ولفيت الخليج ولفيت الدول العربية، شفت الناس كيف تشتغل في السياحة، يعني كيف يعني تستثمر فلوسها، فقررت أني أعمل مشروع خاص إلي ولأولادي، وإني حابة هيك يصير عندي بزنس. فعملت دراسة هون، دراسة جدوى لأريحة يعني، فقعدت تقريبا شهرين وأنا أروح وأتردد على أريحة أشوف شو الإشي اللي ناجح فيها، إنه ينجح هذا المشروع ولا يفشل. مجتمعنا ما تقبل بسرعة إن نادي ملحات تصير تشتغل وتصير مديرة شركة، لا. بس مع طول الوقت أنا 7 سنين وأنا أبني فيه، 7 سنين وأنا أبني فيه وبشتغل وبجيب، ويعني واجهتني صعوبات كثيرة، كوني مرة واجهتني صعوبات، بس أنا الحمد لله صممت عليه وخلص، يعني أسست بزنس، يعني أسست أنا بزنس وأنا اشتغلت وأنا اللي بديره. وما بين الأمس واليوم تحول الإحباط الذي رافق مسيرة مشروعها إلى فرح ونجاح بعد أن حصدت أولى ثمرات تعبها بافتتاح المنتجع. أنا يوم من الأيام لما شفت المحل ملان زباين والناس صارت تيجي وشوفوا المحل، أنا بكيت وأنا واقفة على شرفة المكتب، قلت الحمد لله، هي الله عوضني الحمد لله. يعني في كان ناس يحبطوني وفي ناس يقول والله المشروع هذا ما تجي، إن مرة بدها تقوم فيه هذا الحين شوارب مش قادرين على يسووا هالمشاريع، هي بدها تقوم فيه، فمرات يصيب الواحد احبط. غرفه 3 وغرفه 2. طموحي اني كمان اعمل فندق كبير، والحمد لله شريت الارض وجهزت الارض، في تطور. طموح كبير هو كفيل أن يكون خير حافز لكل امرأة أينما كانت ومهما أحيطت بأسوار الممنوع. متحدية نظرة المجتمع لها كامرأة بدوية، انطلقت نادية بمشروعها السياحي هذا الذي تديره رغم ضخامته، حاملة رسالة التحدي بقدرة المرأة على النجاح بمعزل عن البيئة المحيطة بها، سواء كانت مؤيدة أو معارضة لعمل المرأة. من أريحة أنسم سلمان، لليوم على الحرة.